ازيكم شباب واهلا بيكم في فيديو النهارده. النهارده هنعمل وصفه تحفه للبومكن مافنز، المافنز اللي هي بتبقى محطوطه في كابس كده صغيره، السعرات الحراريه بتاعتها قليله جدا. فيلا بينا نبتدي. عندنا 60 جرام شوفان، نصهم مطحون والنص التاني متحمصين. عندنا 50 جرام هريسه قرع وسويتنر اوف يور تشويس، يعني اي سكر كده دايت ما فيهوش سعرات حراريه تقدر تستخدمه. القرع ده انت بتجيب القرع العادي وبعدين بتسلقه او بتدخله فرن وتفصل عنه القشره. بعدين عندنا بامكن سبايس، عندنا جنزبيل، قرفه، جوز الطيب، ملح وبيكنج سودا علشان تعلى شويه. عندنا هنا جريك يوجرت حوالي 50 جرام اللي هي الزبادي اليوناني، بيضة واحدة الروم تمبريتشر في درجة الحرارة العادية، وعليها فانيليا سايلة اللي هي مستخلص الفانيليا. هنا بقى دي التوبينجز، عندك عنب، فراولة، جوز هند متحمص، وبروتين باودر، وشوية عسل. هنبدأ بإن احنا نحط كل حاجة في البولة الكبيرة ديت. متنسوش يا جماعة صحيح تعملوا سبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجايه، وتدوا لايك للفيديو لو عجبكم. طيب هنبتدي باول حاجه بالسبايسز او بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، هنحطها وهننزلها كلها في البوله ديت. بعدين تقريبا هننزل بالقرع، 50 جرام قرع زي ما قلت لكم، بتشتري القرع عاديه وبعدين بتقطعها وبتسلقها او بتدخلها الفرن وبعد كده بتشيل منها القشرة اللي عليها. الشوفان بقى اللي هو انا ليه مقسمها نصين كده، ده بريفرنس، دي حاجة يعني انا بحبها، بحب طعم الشوفان التوستد او المتحمص. انت براحتك لو عايز تطحنه كله على بعضه وتحطه يعني مطحون مفيش مشكلة، لو عايز تعمله توستين كله برضه مش هتبقى مشكلة. هننزل بالزبادي اليوناني 50 جرام. الزبادي اليوناني يعني بتتسم ان فيها بروتين عالي جدا، يعني بتتكلم الزبدية الواحدة بس فيها 15 جرام بروتين، على يعني على الصعيد التاني لو بتقارنها بالزبادي العادية هتلاقي فيها مثلا 5 جرام 6 جرام بالكتير قوي. طيب هننزل بالبيضة وبالفانيليا، الفانيليا برضو بتدي طعم جميل لأي حاجة بتتحط عليها. وبعدين بمعلقة هنبتدي نخلط المكونات الجافة بالسايلة كلها على بعض. في فيديو تاني يا جماعة كنت عملته اللي هو بتاع الجيلي اللي معمول من البيبسي، حاجة تحفة، يعني تتكلم نص لتر جيلي معمول من بيبسي فيه تقريبا 39 سعر حراري بس، وهو ده الكونسبت بتاع اللو كالوري دنس فود، اللي هو انت بتاكل كمية اكل كبيرة جدا بس السعرات الحرارية بتاعتهم بتبقى قليلة جدا، بحيث ان انت تعمل تريك او تخدع جسمك او تخدع معدتك بكمية الاكل الكبيرة اللي بتبقى داخلة معدتك. هننزل هنا بالسويتنر، تقريبا انا كنت سقط ان انا احطه، براحتك انت بتحبه مسكر قوي عايز تزود من السويتنر ده زود، عايز تقلل منه قلل، يعني ده your own preference يعني. طيب حطينا السويتنر، هنقلب برضو جامد قوي كده. وبعدين الباتر او القوام بتاع الباتر ما تبقاش راني قوي، ما تبقاش سايله قوي، ما تبقاش ستيف، يعني اللي هو ايه وسط بين البنين زي ما انتوا شايفين كده، بتقلبها يعني طريه ما بين البنين. لو بتدور بقى على كرونش او على قرمشه شويه كده وانت بتاكل، انت ممكن تحط العنب، بلاش تستخدم زبيب، الزبيب بيبقى فيه كالوريز عاليه قوي، اي حاجه بتبقى مجففه بتبقى السعرات الحراريه اللي فيها بتبقى مضاعفه جدا، فاستخدم عنب، انت بتتكلم في 30 جرام اللي هو ولا حاجة يعني، فبتحط شوية عنب احسن بكتير من انك تحط زبيب. طيب عندنا المولد بتاعت المافن او الـ القالب اللي بتحط فيه المافن، ممكن تدهنه بزيت جوز هند اللي هو دهنة خفيفة جدا بمنديل، يعني اللي هو تقريبا 1 جرام 2 جرام بالكتير قوي. بعدين هتبتدي بقى ايه تملى واحدة واحدة، ما تملهاش للآخر علشان البيكنج سودا أو بيكربونات الصوديوم اللي احنا حطيناها دي هتعلى أو هتخلي المافنز تزيد شوية. سوش يا جماعة تعملوا سبسكرايب والله العظيم هتتظبطوا هتظبطوا تظبيط السنين، اسمعوا مني.
نبتدي بقى ايه نملى دول. حاولت املاهم كلهم نفس الليفل علشان كلهم يتطبخوا او كلهم يستووا نفس السوا. وتحط انا دلوقتي تقريبا مسخن الفرن يعني مشغل الفرن، ولما اجي ادخلها الفرن ان شاء الله هدخلها في الراك اللي في النص، اللي هو ما تبقاش قريبه قوي للنار وما تبقاش بعيده قوي. لو عندك بقى فرن الديجيتال دي حاجه حلوه قوي. مش عارف بصراحه درجه الحراره كام اللي المفروض تبقى عليها بالظبط. انا عندي الفرن اللي هو العتيق اللي هو بتاع ايام زمان ده، ربنا يديله الصحه يعني. طيب دول 8. في بقى برو تيب، انت لو عايز تزود الكميه شويه، الشوفان بيمتص الميه جدا، فانت ممكن اصلا تزود ميه وتدخلهم في الثلاجه، ممكن التسعه دول يبقوا 12. وده بالفعل انا جربت نفس الريسيبي دي، السعرات الحراريه قلت بدل من 53 الواحده بقت 29 عشان انت ضعفت الكميه، فممكن تزود ميه. دي حلاوه ان انت تستخدم شوفان مش دي عادي، بجانب طبعا ان هو صحي وبجانب ان هو فيه الياف. طيب ده الشكل النهائي بعد ما طلعناه من الفرن. اوف يا جماعه على ريحه البامكن سبايس، التوابل اللي هي الجنزبيل والقرفه وجوز الطيب، ريحتهم تحفه. انا عايز اقول لكم من كتر ما هي طريه، بصوا تحس ان هي كده هتدوب في ايدك، طريه جدا جدا جدا. فبجد لازم تجربوا الوصفه دي وتعملوا لي تاج، هكتب لكم برده الاكونت الانستغرام بتاعي لو عايزين تعملوا لي فولو. يعني دايما بنزل الوصفات او الحاجات اللي انا باكلها على الستوري. في بقى حوار انا عملته الجريك يوجرت او الزبادي اليوناني، دي هي القوام بتاعها بيبقى كريمي قوي، فانا بذكائي سبتها بره التلاجة، فطبعا بقت عامله زي المهلبيه زي ما انتم شايفين كده، فبقت لغويص اللغويص بقى. هنحط بقى الجريك يوجرت عليهم كلهم برضو زي اول واحده كده، زي ما قلت لكم الريسيبي دي من غير ما تزود لها ميه بتطلع لكم 9، وانتم ممكن تضعفوا الكميه لو حابين منك تزود ميه يعني. جوز الهند انا جبت جوز الهند برضو، ممكن تحمصه على النار، بيبقى لونه بني كده زي ما انتم شايفين، وبيبقى طعمه تحفه، ريحته كده بتقلب الدنيا يعني. لو انت كيف جوز هند بتبقى تحفه. ده فراولة، ممكن شوية عسل، برنس، انا اقسم بالله برنس. شوية عسل، وبعد كده ده بروتين كنت جايبه من ASN تقريبا، حلو قوي يعني. بتتكلم سعرات الحرارية اللي فيه قليلة جدا. بصوا يا جماعة، بصوا الجمال والحلاوة، ايه الحلاوة دي يا جدعان؟ تحفة بجد مش ممكن. ده اكونت الانستجرام اللي بقول لكم عليه. بصوا بالنسبة للسعرات الحرارية، انا كنت كده عامل فيديو تاني ازاي تستخدم التطبيق اللي اسمه ماي فيتنس بال، ازاي تدخل فيه الاكل اللي بتاكله وتحسب السعرات الحرارية و الى اخره. فهحسب لكم حسبة كده، التسعة مافن دول كل واحدة فيهم هتبقى كام كالوري تقريبا، الاربعة او التسعة، معلش التسعة بيبقى فيهم 400 وشوية، فلو قسمناهم على عددهم اللي هو تسعة تقريبا تطلع حاجة و50 سعرة حرارية، 424 على 8 53 سعرة حرارية. اوكي يا شباب، وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعارات بكل فيديوهات الجاية، وتدوا لايك للفيديو لو عجبكم. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.